راتب معكم راتب معكم راتب معكم بس يصير خمس راتب ثلاث سنوات ايه ولا حتى اسمي ما جاء بعد اسمي الامني ترخي قلمني بعد ما جاء ايه وراتب لحد الان جيناه واحد ما مستلم ايه زين ايش يقول لكم على الرواتب ايش يقول لكم؟ والله يقولون الاسبوع الجاي ياخذون وماكو شيء ماكو رواتب بس الوجبه الاولى يعني نستمع نتاخر كل شهرين نجي شهرين نستلم الحمد لله بس الوجبه الثانيه والثالثه والرابعه الى السماء مستلمين بس ابى رواتب الى الساعه الوجبه الخامسه هذا بعد يعني بعد ما مستلم ولا راتب يعني صار ما بشوف شهر طلعت مستلم من الوطني يا رواتب وين اكو رواتب يعني اكو يقول لقد اسمعت ما ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي لا ظلت الوزاره ما طلبنا ولا دائره صحت نينوى وماكو رواتب وداوم لازم تلتزم بالدوام ها واحنا ملتزمين الحمد لله ورواتب ماكوش شلون نقضيها يلا شيل نقضيها مقضينا بالدين على فلان ما ظل وجهه ما خمشناه انطيني 50 وانطيني 100 الى ما تجي الرواتب تدقيق امني تدققتها من شهر الواحد والى حد الان مره واحده انطوا وبعدها هذا تعيش انت زين هذول بعد ما يدينوك شلون على الله الله موجود هذا مناشده الى وزاره الصحه لا وزاره الصحه يا بس صرفونا هناك ترى متنا الله وكيل هلكنا يعني الموظفين بصوره عامه خاصه الصحه ادي اسال سؤال ليش الصحه بالذات وشنو المقصود منها يروح بمشكله يرجع لنا ثلاث مشاكل على الوا ما يروح هو يعني شلون يعني يروح بمشكله ما يسوي ما يجي من اي نتيجه من هو اللي يروح بمشكله مدير عام ايه مدير عام يروح على بغداد يحل لنا مشكله يرجع لنا ثلاث مشاكل اربع مشاكل فنتمنى يخليها على على الخليه مال الازمه ما هو اللي يروح لان تعرف تكلف عليه والله هو وخاف على صحته اذا يروح ويجي خاف على الصحه مالته فالافرض انه ما يروح هو انه يضل قاعد بالمكتب ماله جماعه خليه لازم هم اللي يروحون يجون لان احنا بزعنا من هالمعاناه هذه وبزعنا من المواعيد ما وصلتنا النتيجه وصلتنا التهلكه ما وصلتنا النتيجه فاريد احنا اريد يطلع لنا واحد عاد ينطينا موعد على الاقل تخدير يمشينا بتخدير على الاقل يقول لنا راس شهر يقول لنا بعد 15 يوم يقول لنا بعد 20 يوم ما عندنا اي موعد دائما مقطوع الامل الرداء هذه اللي شوفوها كانت مشعوله شعل بعد تعبنا من شهر الواحد ليسا ميتين تعب سوينا المستشفى كملناها مثل ما تلاحظون يا عالم واستقبلنا المرضى كانوا يطلعون للخارج استقبلناهم داخل محافظتنا واحنا ما نزعنا الصداري هسه لبسنا الصداري لبسنا بدلات عمل وشرف وعزل لنا نلبس بدلة العمل بسبيل هاي الأطفال والنتيجة اليوم 6 أشهر بدون رواتب 6 أشهر احنا بحضن الدولة بحضن الحكومة حضن المركزية زين هاي اللي احنا نتعب بيها ونجمع الأوساخ زين ما نراد ان عامل للمستشفى عامل بلا أجور شلون موظف بلا أجور شلون نقدر نقول له بابا تعال مسكننا خفر بس نقول الشرفاء الطيبين لا زالت بها احنا بخير فالكل تعمل هسه يجون يمسكون خفرات المساكين الصبح يطلع من الخفارة يروح يمسك عربان الدفع ويشتغل بسوق المخضر او عنده عربانة يبيع لفات لفة فلافل هاي مؤسسة الصحة يعني احنا عندنا مريض ومرافق فوق المريض والمرافق قصة كم مرافق كم زائر انتوا لازم تروحون حال المستشفى ايش بيها الطفل هذا هذا معوق من الولاده فتحه بظهره ورجلينه مشلول وسع ذات الرئه وعنده تضخمات بالكلى زين وش اسمه يعني حاليا كانوا نبيده وحده اثنين ليش اثنين هاي اثنين لو اريدها ما له حيض ضعيفه اي والله يعني زين ده تاخذون علاج؟ والله ناخذ نفس العلاج شنو العلاج؟ أوبر ما يضربونه بس حاليا يعني يحتاج عملية عملية شنو؟ عملية تطويل الأوتار نعم وظهره من هنا مفتوح ايه مسكين طبعا يعني إذا مشاهدين تشوفون إذا مشاهدين هذا وضع أطفال العراق وأطفال الموصل يعني إحنا منقول نطالب من هو المسؤول بالمحاكمة والله من جاء للدنيا هيك والحمد لله معوق والله معوق وظهره مفتوح نزلت الإجازة برأسه والحمد لله الحمد لله بس هذا العلاج إنه ما كله خارج نشتري
والحمد لله. ايش تشتري خارجي؟ والله ابر كلها على الابره 15 و12 و13 والشروب. شنو على الابره؟ هي على الابره ياخذها. كلها فرنسي وانجليزي. ومن عندها يعني لحدان رواتب ماكو، احنا موظفين بالكهرباء لحدان راتب ما استلمنا. واحنا بس نناشد الاطفال هاي، دق على الاطفال هاي شلون حالته؟